طيب لو قدرت فعلا ان انا استرق كده يعني بسرعه الرواد دي بيقولوا ايه واعرف المشكله ايه او فهمت المشكله فين وعايز اقول لهم بقى انا يا جماعه عايز اشترك معاكم، طبعا انا اشترك معاكم انت مين عشان تشترك معانا؟ فالحل الوحيد طبعا انا هعدي، وانا قلنا الرواد دي ممكن تخش تخرج منها، فحضرتك بتخبط وبتخش يعني السلام عليكم وعليكم السلام، بلاش بقى نعرف نفسينا واحنا وعملنا وانجازاتنا والكلام ده نحطه بقى على جنب خالص. لو انا عارف المشكله فين فبقول لهم يا جماعه انا يعني عرفت ان في مشكله 1 2 3 وانا جايب الحل 1 2 3 شكرا. ما فهمناش حاجه، هي كده خلص البيبر. انا عارف المشكله وعندي حل المشكله، ده محور بيرو حضرتك. المحور ده لو مش موجود ننسى البيبر. انا عارف الدنيا واقفه فين وممكن نجيب الحل عشان الدنيا تتزق لقدام. الناس دي هتروح واقفه وتقول انت بقى مين، تقول لهم بس انت مين. يبقى ده اول حاجه بحطها كده في دايره، problem solution، مشكله موجوده وانا بحلها، معايا حلها ومعايا مفتاحها. طيب ازاي بقى الكلام ده احطه في الاطار العملي علشان تفهم انت الموضوع صح؟ ناخد بقى مثال عملي علشان نشرح لحضرتك احنا قصدنا ايه بالكلام ده كله. الطبيعي الناس بتتعلمه، واكيد ناس كتير انا سمعت حاجات كتير من ناس ومن طلب عندنا وحتى في على فيديوهات. اي بيبر في الدنيا فيها اقسام، يعني بنبدا بحاجه اسمها الابستراكت، بيخش بعد كده حاجه اسمها انترودكشن، ريزلتس ديسكشن، وبعدين كونكلوجن للبيبر. الناس طبعا بتقول لك ابدا ازاي البيبر، يقول لك ابدا باسهل حاجه. ايه يا عم اسهل حاجه؟ اللي هو مثلا اما الاكسبيرمنتال بارتس اللي عندك دي عارفها، او ريزلت ديسكشنز، لان الريزلت ديسكشن انت عارف نتائجك وبالتالي بعد كده تبدا تمحور البيبر على الريزلتس والديسكشن، والموضوع بقى سهل بعد كده تكمل فيه. يعني فشل طبعا، يعني مع احترام. ليه؟ بوصله البيبر يا جماعه بتتحط في الانترودكشن. يعني انا لما بحب اكتب بيبر اول حاجه ببدا بيها فعلا هي الانترودكشن. الانترودكشن دي بتديني 3 باراجرافات مهمين جدا لازم اخد بالي منهم. اول باراجراف ببدا بيه الرواد، انا بكتب للرواد، انا ما بكتبش للطلبه، ما بكتبش لحضرتك ولا للريدرز اللي قاعدين بره، انا بكتب لرواد المجال، بكتب للمحكمين والمحررين اللي فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. ده لا محتاج تعريف ولا محتاج تشرح له الموضوع فيه ايه، الراجل ده محتاج يسمع حاجة واحدة، البيبر دي أهميتها في إيه؟ بتحل مشكلة إيه؟ طيب يبقى أنا ببدأ أول حاجة أعملها أول باراجراف ببدأ أقول ببص الرواد بتوعي أو المجال بتاعي فيه إيه؟ إيه النقطة اللي هي واقفة؟ إيه النقطة اللي هي هتحدث؟ إيه النقطة اللي أنا جاي فيها حاجة نقطة جديدة؟ وأبدأ أقول ببدأ أقول يا جماعة في أبحاث كتيرة جدا في النقطة دي، وأبدأ أمجد شغل الناس. يعني اللي بيشكر الناس بيشكر ربنا، الناس دي اكيد هم اللي عملوا الفيلد بتاعك خلوه فورورد، الناس دي اكيد اسهموا اسهامات كتير، فاهم؟ فانت كده لا في لا مداهنه ولا في الشغل اللي انا بسمعه، هي دي الحقيقه. انت بتشير لاهم شغل في مجالك، الشغل المهم ده جاي من ناس مهمين. الناس دي اول ما ببدا الكتابه بنقول كده يعني زي بسم الله الرحمن الرحيم، احنا متشكرين عن مجهود المبذول، وبنبين أهمية المجال بتاعنا. يعني المجال ده مهم قوي، والمجال ده فيه نظريات محطوطة وفيه أبحاث اتعملت ووايدلي أكسبتد نظرية أو بحث أو نتيجة 1 2 3. يبقى أنا دايما بحط الكلمة دي كده في دماغي، ببدأ أقول الناس دي عملت شيء، الشيء ده خلينا نقول معترف به من او عليه اجماع شبه اجماع من علماء كتير، فهو widely accepted ان النظريه دي او ان النتيجه دي بتحصل بالطريقه الفلانيه، ان البرتقانه لونها اورنج او لونها برتقالي او لونها
اصفر اسود لاكسبتد يا جماعه. فاذا انا بحط الاول الفاكت اللي هي يطلعها علماء، العلماء دول اللي هم رواد المجال ده ووضعوه، مش انا اروح احط اسم حماده صاحبي اللي قاعد معايا على القهوه ولا واكل معايا سندوتشين كبده. لا لا، ده مش رواد مجال. يعني دي اول حاجه الايديتور او المحرر بيبص عليها لما بيجي يقرا، ده بيبص انت عملت سيتيشن لمين، لان المحرر في الجرايد الكبيره عارف مين رواد المجال. حضرتك لما تحط اسم واحد صاحبك ولا اسم واحد، لا ده انت جايب واحد من مين ده. فعلشان كده بنقول دي اول باراجراف، رواد مجالي مين، اعرفهم، بشكر الناس وبقول ان في نظريه معينه، النظريه دي وايدلي اكسبتد، النظريه دي خلاص ناس كتير مجمعة عليها. طيب اخش على الباراجراف الثاني، الموضوع سهل جدا جدا. الباراجراف الثاني بقى بتكلم ايه فيه؟ هنا بقى انا بخش زي ما قلت في مشكله، في بروبلمز، بقول بقى ولكن يا جماعه في الحته دي في مشكله احنا مش فاهمينها، او في مشكله دايره، او في حاجه حاصله مش واضحه للناس. فاذا لما بنقل على الباراجراف الثاني دايما باخد معايا كلمات معينه بتبين للقارئ ان هنا بقى تظهر مشكله. زي مثلا ببدا اقول بات لكن نيفرتليس، يعني بغض النظر او بالرغم او اورثو الكلام الكبير اللي حصل، اورثو اللي المجال ده فعلا عدى ووصل واحنا في مراحل متقدمه فيه، الا ان في نقطه صغيره لو خدنا بالنا منها هيحصل ان المجال ده فعلا هيتقدم وهتحقق الطلب اللي احنا قلناه في الاول، يو بوش يور فيلد فورورد. ده الباراجراف الثاني. الباراجراف الثالث بقى ايه؟ الباراجراف الثالث ده اسمه بوم. انا انت هير اي هير وي، ويبقى لازم الباراجراف ده فعلا بوم، تكسر بقى الدنيا فيه كلها، يعني تهد البيت على اللي فيه بالرواد بكله. انت خلاص تسيب حقهم في الاول، اول حته وضحت لهم المشكله فين في الباراجراف الثاني، وفي الباراجراف الثالث بتنس في الحمام زي ما بيقولوا، انس في حمامك القديم. كان في اعلان في امان كنت بتفرج عليه وانا صغير. مهم، فانت فعلا بتنس في الدنيا. الباراجراف الثالث بتاعك انت بقى، الباراجراف الثالث ده هو الهويه بتاعتك، هو الشخصيه بالعلميه بتاعتك. الباراجراف الثالث ده هو اللي بيقول مين اللي بيتكلم. كده خلصت الانترودكشن، ودي اهم حته في البيبر، لانك خلاص انت كده البيبر بقى ليها فكره اللي هي هتظهر فين في البوم، اللي هي هتظهر في الباراجراف الثالث. هي دي بوصلتك بقى، هي دي كور البيبر اسمه، هي دي الفكره اللي انت حطيتها قدامهم وبتقول للناس هي ده الكلام الصح، هي دي الخطوه اللي لازم احنا نعملها عشان المجال ده يتقدم. فهمتوا حاجه؟ يا رب. ما دام وصلنا للنقطه الثالثه دي اللي هي بتاعت الكور للبيبر او النقطه الاساسيه دي، النقطه دي هي النقطه المحوريه في البيبر، يعني بعد كده يبقى سهل جدا ارسم عليها البيبر. يعني ايه؟ باخدها مثلا بقول بطلع فوق على الابستراكت على السريع كده بقى، خلاص خلصت انا بالنسبه لي كده بقى خلصت خلاص. يعني انا كل شغلي فعلا يا جماعه لما بشتغل اصعب حاجه بتبقى الجزء بتاع الانترودكشن، اني اخلص منه، لان هو ده اللي بقول فيه الثلاث حاجات دول. ما دام دي خلصت والكور بتاعي اتحط والبوم اتحط، خلصت البيبر. ليه؟ باخد الكور ده بحطه ابستراكت فوق، هنتكلم عن الحته دي بالتفصيل. ولكن اللي يهمني بعد الجزء، لان اكبر حته في البيبر بعد الحكايه دي دايما هي ريزلت وديسكشن، ده الجزء الثاني في البيبر لازم تاخد بالك منه. انا بقول دايما الابستراكت او الكونكلوجن، يعني ده يعني خليهم في الاخر خالص، دول يعني مش مهمين في البدايات نهائي.